إذن نحن في الدنيا في دار ابتلاء لا دار استواء. والمقصود بالابتلاء دكتور؟ الامتحان وليس العقوبة. لا 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 أبدا، هي معناها حيادي. نعم. المعنى العامي لها سلبي، فلان ابتلي بالفقر فنجح تعفف، أي امتحن بالفقر، امتحن بالفقر فنجح صبر وتعفف وعمل. وقد يبتلى بالغنى، ابتلي بالغنى نجح، أنفق من ماله، أطعم الفقراء والمساكين، ما تكبر. إذن الدلالة الشرعية دكتور لكلمة الابتلاء لا تعني ربنا ابتلاء أبدا، معنى حيادي عاقبه، وإنما امتحنه. معنى حيادي، المعنى العامي معنى سلبي. جميل جميل. فإذا إنا كنا مبتلين، علة وجودنا الابتلاء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأنبياء ابتلوا بس نجحوا، ولم يكن عقابا من لهم، وإنما كان امتحانا كما تفضل. إذن في الحديث الذي بدأنا فيه الحلقة دكتورنا، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، أي أن الله بس قبل سيدي، لا يمكن يشم إنسان بالأرض رائحة الجنة قبل أن يبتلى. سئل ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ عكس التمكين، ممكن في الأرض بمالك بعلمك بمكانتك بصحتك ببيتك بدخلك، ندعو بماذا؟ بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال الجواب: لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى. يعني للتقريب، ممكن تكره الامتحان بالجامعة؟ الجامعة بنيت على الامتحان. ممكن تعطي دكتوراه من دون فحص؟ واحد ما قرأ ولا كتاب، بالعكس قاعد يغازل البنات بالجامعة مثلا، هذا ياخذ دكتوراه ما في امتحان. إذن لا يمكن أن نصل للجنة من دون ابتلاء. والأنبياء أشد الناس بلاء للأنبياء، قال: وأنا النبي الكريم أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل. الإنسان يبتلى على قدر إيمانه ودينه. هيك الحياة كلها راحة وبيت فخم ودخل وافر وسهرات مختلطة وسيران وسيارات وصيفية بالجبل مكان الفلاني وسباحة على البحر وما في شيء بعدين. إنا كنا مبتلين، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. علة وجودنا الابتلاء، وبتعبير آخر دارج، وما منشم ريحة الجنة إلا بعد الابتلاء.